السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم طيبين وبخير، واهلا بكم متابعيني في كل مكان. انا مروة زهرة، ان شاء الله النهارده هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم. هقدم لحضراتكم ريفيو عن كتاب الاضواء وليه هنستخدم كتاب الاضواء، وهعرض معاكم محتوى مادة العلوم بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما ابدا الفيديو، بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة مفيدة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله. وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح المادة بطريقة بسيطة وسهلة. هنبدأ أول حاجة كتاب الأضواء، وبادئ معاكم محتوى مادة العلوم. في البداية بيعرفكم إن إحنا هندرس وحدتين، الوحدة الأولى عبارة عن 3 مفاهيم، والوحدة الثانية عبارة عن 3 مفاهيم. عايز أقول لكم إن أنا قرأت الكتاب كله، فعلا مادة العلوم للصف الخامس سهلة جدا وبسيطة، أسهل من مادة العلوم للصف الرابع، دي أول حاجة. رقم 2، الكتاب بيعرض المادة بمحتوى سهل وبسيط جدا، الصورة واضحة فيه، الصورة دي بتسهل عليكم مذاكرة المادة. بصراحة أنا محضرة لكم المحور الأول كله، المفهوم الأول، وهقدمه معاكم من كتاب الأضواء، وهشرحه معاكم زي ما أنا شرحت قبل كده في الورق اللي أنا مقدماه لحضراتكم. دي أول حاجة، الدرس الأول بعنوان احتياجات النبات وتركيب النبات، وهو عرض الدرس بطريقة سهلة قوي. الأسئلة والكلام اللي موجود فيه مقدم كده بطريقة ملخصة وطريقة مبتكرة وطريقة جديدة زي ما انتم شايفين. كمان بعد ما بيخلص كل جزئية في الشرح بيبدأ يعرض على الجزئية دي أسئلة، والأسئلة دي سهلة جدا في متناول أي طالب إن هو يحل الأسئلة دي زي ما حضراتكم شايفين. هنتنقل بعد كده، هو خلص شرح المحور كامل اهو، شايفين بالكم واخدين بالكم من الصوره، الصوره واضحه جدا ومعبره، وتقدروا من خلال ان انتم بتشوفوا الصوره دي تفهموا الشرح بسهوله جدا. دي اول حاجه، خلص شرح المحور الاول للمفهوم الاول في الوحده الاولى، جاب بقى عمل ايه؟ عمل عليها حاجه كده زي تدريب كامل وشامل زي ما حضراتكم شايفين. في الاول جاب زي نظام تلخيص كده للوحده الاول في شكل اسئله ملخصه وجمل بسيطه سهله جدا ما فيش فيها اي صعوبه. بعد كده جايب اسئله كامله على المفهوم اللي هو بتاع احتياجات النبات. الاسئله دي متنوعه، كل الاشكال الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، اكمل صح وغلط، اختياري، توصيل. وبعد كده خلص شرح الاسئله وخلص شرح المفهوم كله، جاب طبعا يختبر نفسك زي نظام امتحان كده. حضراتكم لو مدرسين بتسمعوني او لو حضراتكم اولياء امور تقدروا تختبروا اولادكم في الاختبار ده وتعرضوه وتشوفوا حل الاسئله. وكمان الكتاب متميز ان هو موجود في نهايته محور للاجابات، الاجابات كامله ده خارج في الكتاب من ورا، تقدروا تراجعوا الاجابات بتاعت اولادكم. دي اول حاجه. هنتنقل بعد كده على الرقم 2 والمفهوم الثاني من الوحده الاولى، وهو بعنوان انتقال الطاقه في النظام البيئي. بدأ يشرح المفهوم بطريقه سهله جدا وبسيطه، والدرس ده هو اصلا كان موجود على سنه 5 في المنهج القديم بنفس طريقه العرض كده. هو الكتاب بتاع الصف الخامس بتاع ماده العلوم هو خليط من منهج 4 ابتدائي و5 ابتدائي و6 ابتدائي في السنين اللي فاتت، يعني ما فيش فيه اي حاجه جديده، شويه كلام بسيط محتاج بس فهم اكتر، وانتوا تقدروا تعبروا عنه بطريقتكم بقى. الاسئله زي ما انتوا شايفين متنوعه جدا ومتجدده. احسن حاجه بقى عجباني في الكتاب، عرض شويه في عشان ما اكونش مطوله عليكم، دي الوحده الثانيه. الوحده الثانيه بيتكلم فيها عن حركه الجسيمات، وبعد كده بيتكلم على الحالات الماده والحاله الصلبه والحاله السائله والحاله الغازيه. الكلام ده كله كان في المنهج القديم. في نهايه الكتاب عامل لكم حاجه اسمها زي ما انتم شايفين كده المهام الادائيه والنماذج الاسترشاديه، وبيجيب لكم المهام الادائيه زي الامتحانات اللي احنا دخلناها في الصف الرابع طبعا اللي بتبقى خاصه بماده العلوم. هو بيعرض لكم كل نموذج من النماذج المهام الادائيه في اكتر من شكل، يعني الصفحه دي موجود فيها 3 نماذج، الصفحه اللي بعدها موجود فيها 2 نماذج، كلها اسئله مختلفه. وبعد ما خلص عرض النماذج المهام الادائيه دخل بقى على ان هو يعرض لكم نماذج استرشاديه خاصه بكل شهر من الشهور اللي انت تدخلوا تمتحنوا فيها، لان هيطبق عليكم نفس الامتحانات اللي دخلتوا فيها في الصف الرابع، هيبقى نفس الطريقه دي
في الصف الخامس بالظبط. جايب لكم بقى نموذج لاختبار شهر اكتوبر والاسئله اللي هتبقى مقرره عليكم في شهر اكتوبر، جايب برضو اكتر من تمرين، اكتر من اختبار شهر اكتوبر تاني، جايب شهر نوفمبر، خلص من شهر نوفمبر بدا يعرض بقى الايه نماذج الاضواء النهادئيه اللي هي بتكون شامله على المنهج كله، ودول عباره عن 20 نموذج تقدروا تحلوهم. الاسئله سهله جدا، الاسئله بسيطه، نفس نظام ورقه الامتحان بالظبط، اسئله اختياري، اسئله اكمل، اسئله توصيل، سؤالين مثلا اذكر مثال او علل، واخر سؤال بيكون مثلا سؤال مقالي. ده شكل الامتحان، شكل الكتاب. في النهايه طبعا عشان اكد على حضراتكم الكلام اللي انا قلته، وهو طبعا عرض للاجابات زي ما انتم شايفين، وفي اخر الكتاب خالص عامل حاجه زي قاموس للمصطلحات، وجايب لكم في القاموس ده كل التعريفات اللي ذكرت في المنهج بتاع العلوم. بصراحه العلوم شيق وسهل جدا، يا رب اكون بقدم لكم معلومه مفيده. ان شاء الله هشتغل معاكم من كتاب الاضواء، هشرح منه وهحل كل الاسئله اللي موجوده في الكتاب باذن الله. يا رب اكون بقدم لكم معلومه مفيده. دعواتي ليكم جميعا حبايبي طلاب الصف الخامس بالتوفيق والنجاح. كنت معاكم مروه زهره.